وهنا الو الو السلام عليكم. كي داير الاستاذ؟ الله يبارك فيك اخويا. الله يحفظك. لاباس عليك؟ سمح لي عيطت لك في هذه الوقيته. لا ما كاين حتى مشكل اخويا. انا تعيطوا لي، انا تعيطوا لي الباسل ولكن فان ديالك. مرحبا بك اخويا. على يا اخويا داس بخير. وانا عرفتي شنو وساليتي معايا في رمضان؟ واعر اخويا واعر. بصحتك ابا بصحتك. بصحتي جايب لي طنجيه. الله يهديك استاذ. عادي. اه كيف ديالك؟ عادي كده اخويا. الله يحفظك بخير. انا غنهضر معاك نيش. انا داس انا وقيلا جوج مرات عيطت لك. انت كوميدي. ما كنلقاش لابيل انا. انا اي واحد شوف كيعيط لي بالماتي وكنجاوب. انا دابا غادي نهضر معاك نيش. انا ما غندير لك لا مقلب لا تلعب. انا هو الفلوجه ديال الفريفونات. وي الفلوجه راه كنتبعك انا بخباك. الله يحفظك. عيطت لك المره الاولى وبقيتك ضرايف وانا نميك. كي داير اخويا داس؟ برافو والله الا نايس سيري دوزتي في رمضان واعره. الله يحفظك. انا متبعك، انا متبعك ديك النهار دوزتي واحد لايف زوين في لاباج في اللوجه بوان 2013. واقيلا بقيت رايح شاد السول معاك ذاك النهار كيقول لك يطلعوا وي مع هذيك وي مع هذا. اه فلاب التليفونات وهذا وضحك صعب واحد. كاين في اللوبس عاوتاني راه الناس تيسلموا عليك لي فان عندك اخويا هنا في لابليكاسيون اللوبس هما متبعين كاملين تيسمعوا لك. قال لك قول لي جيف مي واتر. لا لا شوف دار 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 احسن سيري عجبتني انا ديال رمضان واعر هذا الكنز بزاف. الحمد لله. الحمد لله خويا. الله عطاك موهبه الله يزيدك اخي. الحمد لله خويا. داس تفكرني انت في واحد اللعاب ديال الريال فيغو. فيغو تبارك الله حتى كبر عاد عطى دابا راه كاين واحد المشكل. ربي بغاك. اه دابا هما في اي دومين في اي دومين كتلقى واحد النوع ماشي ما كنقولوش في الاسطوره واحد النوع كيدخل مثلا في غناء او في التمثيل او في الكوره مي مسكين ما تيطولش هذاك النوع. انا نقول لك داكشي بتجربه ماشي كما كيطولش في الدومين الفني ما تيطولش لان ما تيلقاش داكشي اللي بغا. صافي كي واحد الوقيته كيمل كاع فهمتيني. صح بحال كضرب شي حاجه بحال شي حجره. هذا دابا المسلسل مثلا تصور في دي كونديسيون راه حتى حد ما تيعرف لي كونديسيون اللي كنا كنصور واخا تبغي كاع تقول للناس. انا واحد النهار في واحد الانتيري قلت لهم ودي بصراحه الناس دوك اللي خدموا في المسلسل والله الا تخلصوا عليك الحالة. علاش كضرب واحد الديكور في ساعه ونص ديال الجبل غير باش تقول تمام على الاقل غنبينوا بلادنا صحيح راه تيقلقوني داكشي ديال السيتكومات وسط واحد الدار فيها واحد البيت الملال. حنا كنا الحاضقين الملال حنا داك الصالون. والغلط اللي كيوقع هو اللي السيتكوم شكون هو النجم؟ هو الضيف اصاحبي. هو الضيف مره تنجيبوا واحد الضيف وحنا كنخليه هو البطل باش نحيدوا المال وحنا ديما نتوما صاحبي. انا خويا ما تنتفرجش في هذوك لي سيت كوم ما تنتفرجش ما تنقدش. انا شوف دابا اربع سنين ما تنديروش خمس سنين واخا والله الا كيتصلوا بيا خرجوا نقود عليا والله ما كنقدش. خويا داز قلبك عامر اخي ما لقيتيش مع من. انا دخلتي دابا عندي في الاسيت والله الا كنقولها بالله ما كنخبيها زعما كنقولها للدراري كاع. حيت ملي كيتعطى مثلا واحد شويه الفلوس زوينه نصور انا وياك في الافران مثلا. صح. كان في الطبيعه زوينه. كان في الطبيعه زوينه المسلسل ديالكم. شويه لعبوا داك السيت كوم لكن خرجوا من داك اللعبه ديال دوك البيوت وسلسلتو حموضه. هو قبل وميم طون تاع الناس المساكن كيصروا تشوف انت واحد الديكور تفرح انت ما حملتينيش انا كممثل. غادي يعجبك هذاك الجو ديالك في بلادك. انا خويا شفت كاع داك الشيء ديالك زوين وتبعتك في هذا رمضان والله ما زقلت شي سيري واعره. وهذاك اخويا وهذاك الدريه اللي تتقول لها بنتي بوكوسه طلعت اخي ولا بوكوسه في الكاميرا هذيك راه مرت مرت ابراهيم الشكيري لا ممكن. ويل يا ربي تسمح لنا تنعتذروا تنهضر صحابي اخويا عزيبه. لا 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 دايره بحال الله يسهل عليها. لا واعرين 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 كدوز لي زانتيرفيو كتقول لهم انا تيضربني داز باش تخرجني. لا لا كلشي 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 الممثلين كانوا واعرين. داز واعر برافو عليكم وخي بون كوراج نتمناو لكم اخويا. ربي يخليك الفلوس. واش اخي انت شتي كبرتي ما بقيتي تري قلتي كبرتي واحد المده ما فهمتش. واش شتي دابا راه انت ما متبعنيش ماشي انا غبرت انا راه باقي. انا قلت لك اخر حاجه لايف يعني من اخر حاجه اللي شفت انا هانت كتهضر مع شي خيتي ومن بعد داز واحد الضيف كيصيفط لك داز النوامر يعني انا شتي دير دير انا كنقول لك 3 ايام وربع انا غنعطيك لاباج ديالي ولا دخلتي راه يوميا عندي الاربع والجمعه والسبت والحد تندير اللايف لاباج فيسبوك في اللوجه بوان 2013 راه ساهله في اللوجه. في
في اللوجه دير اف ا ال او اي جي ا. انا راه ما تفيديش في هادشي ديال لا تكنولوجي خبارك. في اللوجه بوان 13 فيسبوك راه باينه, وفي اللوبس الناس راه تيسلموا عليك دابا في اللوبس. هذه عندي 4 د اللايفات في السيمانه رسميا فريفونات, نعيط للناس المسائل. باقي متابع من 2005 وانا غادي ما عمري نقص ابن هذا. لا راه زوين واحد القضيه في اللوجه. انا تصنت لك باللي كنتي كتهضر على مع واحد الدريه وقلت لي انا في الغابه وداك الشيء غاب سكرين شورت. والمهم ما عندك شي باج ولا شي حاجه تعطيها للدراري وما تسمعوا؟ والله يا خويا عندي واحد لاباج دارها واحد الدري ديال الانستغرام عزيز اوفيسيال, الله عطاها ليا عزيز اوفيسيال. والله يا خويا ما تندخل لهذا الشيء, دخلوا ديروا لي ابوني الدراري تابعوا يستاهل يا خويا الله يحفظك. ما زعما الا كانوا ما كنبغيش كاع غندير دوك التصاور والناس راه عارف. انا راح انا عزيز علي وي عندي واحد الفيلم دابا ديال الحمشه اللي درت فيه في شهرين ونص 542,000 عمري ما ذكرتها كاع ولا قلتها ناس. وي واحد غيدير 10,000 غيلوض غتقابلني زي ايسبرغ ديال كاسكيطه والشعر خارج غنصفي. انا ما تندخلش في هذا, انا غنخلي داك الشيء مساكن ديال الناس وكنبغي ندير حاجه زوينه وصافي. داك الشيء اللي كاين ايوا جوسويت بون كوراج اخي الله يسهل عليك. واحد لاباج ظريفه, واحد لاباج ديال شنو هما احسن نساء العالم واش كيقولوا لي باش نيتو نساء العالم اجمل نساء العالم. شي خبره يقدر يقول لك شي واحد شي لا نعرف اجمل نساء. تعرفوا اجمل نساء العالم الخوت ما تنتبعش هذا باش اجمل بنات العالم اجمل بحال هكا اجمل بنات العالم ما نعرف سي با اما حتى يلا يوصلوا الميساج يلا داروني الله يرحمني. اجمل نساء الكون قال لك اجمل نساء الكون. اجمل نساء الكون المغربيات اجمل نساء الكون. يلا ديري لي اخويا انا مت ما فهمتش اخويا وانا كنت مسافر خلعوا لي واحد امي مشى مريضه مسكين قالوا لك متي انا ما تعرفش نجاوب والله الا خليت غندك اللي كيجاوب والله ما تنجاوب صحت الوالدين وانت ترد لي بالك صوليتي ابن مرا قلت لك الو. لا انت تتجاوب هذه لحتى فيك تتجاوب عليها. ضحك لي كيقول لي واش بصح هذا فيك واش فيدي المشكله صح درا عادي انت ما عيطتي ليا انت تعرفني صافي بنادم مصفي ومرتاح تعيط يجاوب عادي نورمال اخويا. وانا يا خويا داز حيت تنحترمك وعزيز عليا ومن لي فان ديالك هضرت معاك نيشان قلت لك في اللوجه ما بغيت ندير معاك لا خاويه لا عامره وتبارك الله. انت غادي ما يضحك معاك وشو غتقول لي في اللوجه غنقول لك انا راه فان ديالك تترك عزيز عليا في كل حاجه. الله يحفظك الله يحفظك يا حبيبي. سانسي كي باش كتمثل كتعجبني الله ينصرك صراحه. تيقولوا لي خصك تبان في اللوجه تنقول لهم لا انا نهار نبان بحال بروس لي تنموت عاد نبان في داك اللبس الابيض تيبان غير وجهي نمشي وغير تيتيز هزني مع التبوكيصه والطوله يا سلام. لا دويتي معايا يمكن دويتي معايا كنتي مع شي حد كنعرفو ياك شي راه عيطت لك دابا شي عامين اصاحبي شي عامين باش عيطت رشيد رفيق على ما اظن رشيد رفيق هذاك بوحدو عيطت ليه جوج مرات عيطت ليه من سويسرا. لا كنتي لا كنتي معاه ما كنتيش واحد لا لا ما كنتش مع عندي دراري ديالي تيكونوا معايا في لي لايف. لا ما عنديش معاه بلاك انا عيطت ليه ما عيطت ليه ما كانش معايا عمري تلاقيتو. لا كنتي مع شي حد دويتي معايا وداك صاحبي قال لي في اللوجه قلت لي في اللوجه وما عرفتش هذا شي عامين شي واحد عيطت لك قلت لك قلت لك راني في اللوجه عيطت لك شي دوفو دابا هذه الثالثه واش دابا في اللوجه غبيني وبين كذا اونترنو واش كيسمعوني الناس. تيسمعك اخي هما كاينين في لابليكاسيون لوبس تيتصنطوا لك وكلشي تيسجل. لا زعما واش اذا مدينه حيت ما تنعرفش اخويا انا عمري ما سولتكم شنو انايا كازاوي سلاوي اخويا وعايش في باري كازاوي سلاوي وعايش في باري. مرحبا 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 بك الله ينصرك الله يحفظك وان شاء الله ليا فراسك يلا ميرسي وخلينا على تواصل ومبروك على نعيط لك بنمرتي ندخل لك المرتي هذه هاد الخدمه ان شاء الله يسهل عليك الله يحفظك يلا سير بون كوراج بون كوراج. قلت لك دير فيسبوك دير في اللوجه بوا 2013 ولا بالنسبه لهذا الفيديو هذا غيتلح في اللوجه في يوتيوب كتبي في اللوجه في يوتيوب اطلع لك الشين ديالي فيريفي راه فيها 115,000 صافي راه باينه في اللوجه ب اف ا ال او يو جي صافي فيريفي صافي ملي فيريفي راه فيريفي قلب تلقاه فيريفي سير الله يسهل بون كوراج الله يحفظك سلام سلام فنان تتحتار ما تقدقو ما والو استاذ تيعجبني تيبدع هادشي باش عاجبني تيبدع وتنتمناو ليه بون كوراج وتالحامضين الاخرين تنتمناو لهم بون كوراج.